ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد غزوان الداوودي عضو مجلس محافظة نينوى. مرحبا بك سيد غزوان. حياك الله أخي العزيز. أهلا بكم. أنتم كلجنة حقوق إنسان، ما هو انطباعكم عن سير معارك التحرير وتعامل القوات الأمنية مع أهالي الموصل؟ طبعا بداية نشكر قناتكم الموقرة قناة الموصلية على متابعة كل الأحداث التي تجري على الساحة اليوم في نينوى، سواء في الجانب العسكري أو الجانب المدني. طبعا الخطة العسكرية تمشي وفق المرسوم لها. اليوم قوات مكافحة الإرهاب لديها تقدم كبير، تم تحرير الكثير من الأحياء في الجانب الأيسر مثل حي الأمن وأيضا حي الجامعة وكذلك حي القاهرة وأجزاء من حي المصارف، رغم وجود المعرقلات أمام قوات الأمنية كثيرة، وهي هذه الأحياء هي مليئة بالمدنيين وبالتالي تشكل عرقلة أمام تقدم القوات الأمنية. ثانيا داعش اليوم تستخدم المدنيين كدروع بشرية، تقوم في بعض الأحياء بمضايقة المدنيين من أجل أن يخرجوا ويقوم باستهداف الأحياء بواسطة القذائف الهاونات، وبالتالي مما يولد لدينا أيضا من الجانب وقوع ضحايا مدنيين من شهداء أو جرحى. طبعا مستوى الخدمات الذي تقدمه حكومة نينوى المحلية هي محدودة وحسب الإمكانات المتاحة لدينا، والمنظمات الدولية أيضا تقدم ما في وسعها، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، كل المنظمات الخيرية، كل الجهد المدني أيضا لدينا تنسيق معهم في سبيل خدمة سواء النازحين في المخيمات أو المناطق التي تحرر وترسل لها إلى داخل الموصل من مواد مستعجلة. لكن التحديات كما قلت كبيرة جدا، وكان الأجدر على الحكومة الاتحادية أن تدعم حكومة نينوى المحلية بإرسال موازنتها سواء ميزانية 2016 أو 15 حتى نتمكن من تقديم مساعدات أكبر تستحق حجم النزوح وكذلك حجم التحديات اليوم الذي نواجهه. نعم، بالتزامن أيضا مع تقدم القوات الأمنية أيضا خاصة في الجانب الأيسر كما ذكرت، هل انخفض مستوى استهداف داعش للمدنيين في الأحياء المحررة مع خسارته أيضا لمناطق جديدة داخل الموصل؟ للتحالف الدولي كان له دور كبير في قطع الجسور، وبالتالي المفخخات كانت كثيرة تأتي من الجانب الأيمن باتجاه الأيسر، لذلك انخفضت مستوى السيارات المفخخة أو الانتحال. لكن مع هذا هناك جيوب للقناصين وكذلك لبعض الانتحارين الذين قبل أن يقوموا بتفجير أنفسهم أو يقومون بضرب الأحياء المدنية بهاونات لإجبار الناس ولخلق بلبلة، وبالتالي اليوم الضحايا أقل مما هو موجود قبل ضرب الجسور من قبل التحالف الدولي. نعم، كيف تقيمون أوضاع النازحين بعد؟ أيضا أحب أن أشكر لحكومة تقليم كردستان لو أيضا في استقبال جرحانا ومن المدنيين في مستشفيات أربيل، لهم دور كبير في استقبال هؤلاء الجرحى من مدينة الموصل. نعم، كيف تقيمون أوضاع النازحين خاصة وأن أعدادهم تجاوزت 76,000 نازح في مخيم الخازر أيضا ومخيم حسن شامي، وأيضا ما زالت الأعداد تتوافد أيضا حول تلك المخيمات؟ يوجد لدينا الآن 4 مخيمات، مخيم خازر وحسن شام ومخيم آخر قرب حسن شام ومخيم في الزيركان. نحن صدر قرار من السيد العبادي عند زيارته قبل أيام للموصل، بالتالي هناك نظام الكفالة بإرجاع العوائل النازحة الموجودين في
مخيم حسن شام وخازر بإرجاع من المناطق المحررة المؤمنة والخالية من الأبواب. ونحن بدورنا الكثير من كوني ممثل الشبك كفلنا أكثر من 400 عائلة من قرية جوجلي، وسيعودون هذه الأيام إلى جوجلي، وكذلك كفلنا أيضا أهالي قرية طوبزاوا الذي حررت قبل فترة وهي مؤمنة الآن بحدود 270 عائلة، وكلهم أيضا موجودين في مخيم خازر وحسن شام، وسيرجعون إلى مناطقهم. وهناك أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة من الأخوة العرب أيضا قد قاموا بإرجاع عوائل إلى مناطق ما حررها بعد أن تم تأمينها من قبل القوات الأمنية وأصبحت خالية من الأبواب. لذلك سوف ينخفض نسبة النزوح النازحين الموجودين في المخيمات، ونأمل أن يتم في الأيام القادمة تحرير الجانب الأيسر، وسنتمكن من السيطرة على الوضع وإرجاع كل العوائل الموجودين في المخيمات إلى أماكنهم في الجانب الأيسر. وأيضا كحكومة نينوى المحلية لدينا مقر في المتقدم في جوجلي لكل دوائر نعم السيد غزوان الداودي عضو مجلس محافظة نينوى، أطلعنا على آخر المستجدات فيما يخص الوضع الإنساني في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل عموما.